ودائما يأتي النجاح ليتوج لحظات من الجهد والتعب أمضيناها في سبيل الوصول إلى أهدافنا. اليوم معكم من مركز أعداد القادة الاجتماعيين بدمنهور وحفل تخرج الدفعة العاشرة لأعداد أخصائي التخاطب المعتمد بتنظيم من مركز رؤية لتنمية مهارات الطفل رئيس مجلس الإدارة دكتور محمد طلعت والمدير المسؤول دكتورة مها المغربي. ولقانا دلوقتي مع احدى طلاب الدوره العاشرة لاعداد اخصائي التخاطب المعتمد، هتكلمنا اكتر عن مشاركتها وعن النهارده لحظه التخرج. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك حبيبتي. عرفينا بيكي وقولي لي ازاي شاركتي في الدوره النهارده واكتر الحاجات اللي استفدتي منها. انا سنيه، اشتركت عن طريق الاعلانات عن الفيس. مجال جميل جدا، يا رب نكون قده بس قدام ربنا اهم حاجه، لان المجال صعب قدام نفسنا وقدام الانسانيه اهم حاجه، لان ده مش اي حد بتتعاملي معاه، بتتعاملي منك لحاله من ايد ربنا لايدك على طول. ان شاء الله نكون قدها، وان شاء الله باذن الله نكون قد القسم اللي قسمناه وقد المسؤوليه اللي علينا بامر الله تعالى. قولي لي ايه اكتر حاجه استفدتيها من دكتور محمد، وازاي قدرتي تغيري وجهه نظرك في التخاطب او تستفيدي معلومات اكتر؟ روح التعاون احلى حاجه عند مستر محمد، روح التعاون، المشاركه في كل حاجه، الافيهات اللي بتنزل في كل حاجه، مخليه الموضوع مش علمي قد ما هو انساني، وقد ما هو قدامك حاله لازم تحبيها، لان كل حاجه فيها استفاده من مستر محمد. متشكره جدا جدا ليه، بشكره وبشكر اسمها جدا جدا على اللي هم عملوه معانا. ممكن توجهي الاستاذ محمد كلمه بعد انتهاء الدوره النهارده والنجاح اللي وصلتي له؟ طبعا، كان نعمل المعلم، وكان نعمل اخ، وكان نعمل الصحبه في والزماله في العلم. بصراحه الموضوع كان علمي وعملي وانساني في نفس الوقت، استفدت منه كتير. متشكره جدا جدا ليه، ويا رب دايما لفوق ودايما للاعلى، احنا بيه ان شاء الله نبقى لقدام. شكرا جدا ليه، بشكره، هو اسمها جدا. اتمنى لك كل نجاح وتوفيق، والف مبروك مره ثانيه. شكرا جدا لزوجك. شكرا.